كمان مرة. أنا كنت شرحتها قبل كده في الفيديو اللي أنا شرحته أيام الغلة حضراتكم، كانت لسه بشار العنب. أهي حضرتك، تجيب السنارة كده. السنارة دي يا جماعة بتاعت الغلة، بس تكون سلاحها محمل شوية، مش سلاحها خفيف بقى بتاعت غلة، لا هي شبهها بس دي سلاحها محمل، والسنارة تكون جامدة شوية. تعدي الحباية كده حضرتك كده، تمام أهي. تعدي خمس ست حبايات سبعة، تعملهم سبحة كده حضرتك. ركز حضرتك في التطعيم علشان العنب ما يوقعش من السنار كده حضرتك اهي. وبعدين تيجي الاخر رشي حبايه دي كده في السن من قدام، تلف فيها السناره كده ما تخليش السن يبان، وتروح مسقط عليها اتنين من دول عشان السناره تعدلها على السناره، تبقى التطعيمه الناتج بتاعها حضرتك اهو. وركز معاه شويه بالله عليك علشان هي بتخش تروح اخد السبحة دي من تحت كده. جماعة بتوع العراق يا جماعة، بتوع سوريا وبتوع الاردن يا جماعة، ركزوا في التطعيمة دي، بتاكلها السمكة البني. احنا هنتكل على الله يا جماعة، ادعوا لنا يا مسهل الحال يا رب. يا حلو يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل الحال يا رب. شكرا. يا مسهل الحال يا رب. عايز تتعبها وهي جوه كده عشان العفش. شوف اهي، طلع النبي يا ولد. يا مسهل النبي يا ولد، عيشة فحور. يا مجد كريم، تعالي تعالي ثلاث ايام، تعالي يا مجد عزيز. يا مسهل الحال يا رب. يا مسهل الحال يا رب. بس الفراي. لا بني بني. بني يا رب. يا مسهل. يا من تكريم. يا مسهل. أنا عايز نعدم على العفش ده عين يا رب. ماشي. الشوكة معاك؟ الشوكة تحتك. الكاميرا جايبها كويس؟ اه. هنخش عليها معاك الكاميرا هنسيبها. اي اي خلصانة. بسم الله ما شاء الله. سهل الحال يا رب، انا عايز اطلعها عند البتاع ده. على مهنة. تعال تعال. في حوض هنا. تعال. يا من انت كريم يا رب. هات الشوكة يا رضا. الشوكة معاك؟ تعرف تنزل تجيبها بالشوكة ولا تمسك الاريال؟ تعال امسك الاريال. امسك الاريال. اهي اهي اهي. مش من حناك؟ من تحت، من تحت بطنها. من هنا؟ اي. شد فوق. امسك الاريال دي يا رضا. امسك الاريال قبل ما تاخد السمكة كده اهو. الاريال ده اللي كان مكسور، وهو النهارده يوم العود بتاع عادل ده. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. السمكه الثانيه هيضربها اخويا عادل الزعولي برضه، بس المره دي الاريال سليم. عبدو. نعم. تعرف تهني؟ اه دي لك هنا. خليت اثنين على الشعر ده. ما تخافش، انا بص حليت، بص شفت الجهاز ازاي. في حاجه بس يا جماعه انا عايز اقولها لحضراتكم بالله عليك يا رضا، معلش قرب مني. تعال تعال خليك على المكنه هنا يا جماعه. الخواجه لما جه صنع المكن ده للصيد عمل له الزنان ده، اسمه جهاز، وفي ناس بتقول عليه العصفوره. بص السمكه حضرتك لو خدت منك بتاخد منه كده اهي اهي. اي لعبه تاني في المكن يا جماعه، ده نظام اختراعات. المكنه تاخد، تاخد من الزنان ده، تمام. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بترفع الاريال كده عادل، اللي ترفعهم الشويه اللي ترفعهم دول
بتروح لما عاوز سمكه لسه بتنطح، ما لمهاش بقى تاخد من الجهاز زي ما هي عايزه. ارفعها كده، جت معايا كده وانا بنزل اروح سارقه اهم، وارفعها تاني. صيد السمك ما هوش عايز يعني مش فكره يعني جامده، بس هو تعود زي ما حضرتك شايف كده. سمكه حلوه في البدايه. لا ده بتنطح بس. بص سمكه زي اللي بيطلع دي. ارفع العود كده حضرتك وانت بتنزل كده، خليك معايا يا استاذ رضا لو سمحت. انا معاك يا معلم. تنزل كده لمهم. خدت السمكه هتاخد من الزنار، مش فكره يعني. لغايه ما السمكه عندها قوه تحمل هتتعب، هتبص لها طلعت على الشط خرقه ميته. صلوا على النبي كده. يلا يا بيضة، يلا يا ست الكل اطلعي. صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. اهي زي ما شاء الله اكبر من الثانية يا عبدولة دي. انا في ناس تقول عبدو عبد الله بيدي السمكة بالمتر كده، انا بديلها بالمتر كده يا جماعة علشان اظبط اتجاه الاريا، اظبط اتجاه العود، ما يبقاش العود واطي، ده عشان لو نطحت والعود واطي ممكن تاخد العده مني. فبدلها كده زي ما حضراتكم شايفين. ده طريقه شغل. طريقه شغل في السمك الكبير اللي هو الاوزان الكبيره يعني. بسيبها بقى تاخد من الجهاز. شعر البريد اللي معاه مش هيشتغل. انا عارف ان الشعر تعبان، بس انا عارف ان انا هجيبها ان شاء الله، لو حتى شعر ورق. ان شاء الله. طب انت شعر تعبان يا عم. هو زي بريد يا عم، جيب بريد. طبعا نجيب ايه يا عم براد؟ بس وحش بريد، وحش اللي بيطلع. هو اللي حصل فجأة. صلوا على النبي. صلوا. اللهم صل على سيدنا محمد. الله اكبر، الله اكبر. بص على الدوله، بص مشففه ولا مش مشففه السمكه عن جبالك على الشط. استنى استنى بالراحة يا حبيبي اهي. عايز ايه تاني؟ صلي لنا على النبي. اوعى الشعر، اوعى الشعر. الله اكبر. على مهلك يا عادل. عايز سيبها، سيبها يا حبيبي، سيبها يا حبيبي. امسك المكة السمكة زي الناس يا عادل. صلى على النبي. تعالى. بتنطح تنطيح يا رضا النهارده، حاطط نص الميه. ها نوقف ولا نوقف تصوير؟ لا صور عادي براحتك. انا شايفك انه جرموطي، بس السياره دي مش خطيطه وربنا شكله جرموط، مش تنطيح بالنيه دي. ده اهو يا جماعه الموت عبدو عبد الله وعنجال. اديله على ودنه. جربوط ده اللي عبوه. شكل التنطيح ده مش تنطيح يا بدنيه. لا. لا مش هتاخد هنا يا سلوم ما تخافش. انا هحط فوق. لا مش هتاخد هنا. موجود يا اهو. ايوه خد حبيبي. سلام. القرآن دي برنامج سمكة. بص القرآن دي برنامج والمصحف مع ربك دي برموت والله. دي سلام سلام. اطلع يا اخي تشيف يا اخي. صل على النبي. عادي شوف هادي بس براحتك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عبد الله معانا اهو، الناس كلها بتطول عليه. يلا يا سلوك.
بص يا سلوم هات في حته بره خالص في حته انت عاوزها هنضربها بره خالص يا حبيبي واعرضها انا مهلك يا سلوم استنى هنموت همسيبها لك على الشط قدامك اهي بص خرجه خرجه يا حبيبي اهي جدع بالعنب بينا اهو بالعنب بيديله على خشمه يا جماعه واحد نفسه بقى معلش اللهم صل على النبي خليك برا يا محمود ده انا هنجيب لك على الطوب ده خلاص اقعد كده اقعد على الطوب لا دايما. مش مستاهله شوكه اقعد حط رجلي على رجلي اوعى سيبني طلع حالك انا من غير شوكه يا كبير دلع كده دلع كده عايزين ندلعه كده مستاهله شوكه مش غير شوكه ما تضربهاش بالشوكه عنك انت يا عم الزفلط مين سيب على الله والزفلط يا عم خليك بنقول لك حط رجلي على رجلي وانت داعي وحجلك والله وانت حاطط رجلي على رجلي نحطها لك على رجلك كمان حبيبي لا صل على النبي عليه الصلاه والسلام صل على النبي عليه الصلاه والسلام هات يا عم على خير يا سلام تعال لما ليك دعوه بالشوق هات السمكه ده بلعة هات السمكة يا عم الحاج هات السمكة يا عم كده كده غلط طبعا يا عم الحاج عايزين نلعبوا يا ابني عايزين نلعبوا عوامين عواميني يلا ومعانا اسطورة صيد السمك في البحيرة استاذ بدران عفش بدران ابو نوح يا جماعة الراجل ده اللي قدامكم ده تاريخ كبير تاريخ في صيد السمك مكتوب على حجاره مش مكتوب على ميه الراجل اللي قدامكم ده انا النهارده يا جماعه انا طلعت النبريه وشرفني ان انا النهارده مع اخويا وحبيبي بدران ابو نوح ان احنا طالعين نصطاد بعنب الميه ماشيه في الاتجاه ده حضرتك هترمي كده على قد ما تقدر في تلت الميه كده ترمي مع اتجاه الميه حضرتك مع اتجاه الميه بحيث انها ما تقدرش تلف كتير تشبك في اي حاجه مع اتجاه الميه حضرتك وارمي على المكان اللي انت زفرت فيه العنب يلا توكلنا على الله غمزة العنب يا جماعة عشان تبقوا عارفين في الميات المدفوعة بتروح نقرة كده وتروح اخد العيل عدة مرة واحدة تنقر في اللبلوب نقرتين كده وتروح اخد العود مرة واحدة خليكم معانا صل على النبي صلي صل على النبي يا ولا هات الشعر كده يا رضا وهو ماشي في المية بالله عليك بنحب المنظر بتاع الشعر ده زوم عليه وهاته منظر الشعر ده شايف هو ماشي في الميه بص 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 صلى على النبي صلى عايز تعلم المشاهد طب تعالى جرب مني ليكش دعوه بيا يا جماعه اللي عايز يضرب سمك كبير وتعامل معاه حضرتك انت ضربت السمكه الزنان مفتوحه اهو بتوقف الاريال كده لم كده وتروح لامم الاريال بالاريال كده وساند الشعر بايديك اهو اهو السمكه جت مع حضرتك كده اهي بص معايا اهي بروح الشوايه اللي انا رفعتهم فوق دول وانا بنزل كده بسرقهم كده بس ما تخليش الشعر يترخ كده حضرتك هجيبها تاني اهي اهي طول ما هي بتاخد منك ومش جايه معاك ما تلمش خليك صلب لها كده لما تتعب كده اهو كده حضرتك اهي تمام خليك معايا رضا تمام اهو تتعب الشوايه دول اوفرهم اروح سرقهم كده اهو زي ما انا نازل كده اهو على بركة الله شوكة بص الشعر فين ماشي اهو الشعر ماشي اهو السمكة هتطلع صلى على النبي يلا ثواني على بركة الله يا عم عبده يلا هنعومها اهو تعال قرب مني هنا بسم الله ما شاء الله لا مش دعوة بيه قرب مني بس عشان اشوف السمكة بتعوم كده عشان المشاهد يتمتع اهي صلى على النبي صلي صلى على النبي صلي صلى على النبي خش على الفواحير صلي صلى على النبي صلي صلى على حبيبك محمد صلي تعالى كده اهو
تعال صلوا على النبي صلوا. جت يا جماعه اهي اهي انا معاها لغايه ما تلاقيها طلبت الحلال مات اهي. لميت انا شويه البوش اللي انا خدتهم اهو تحت مني السمك اعومها تاني كده اهي اهي لغايه ما السمكه تطلب منك بسم الله ما شاء الله. تشرق كده يا جماعه بتاخد نفس ميه يروح مع نفخه العوامه اللي جواه. سمكه كبيره يا جماعه وزن كويس ده انا قصدت ان انا اعلمكم عليه علشان خاطر الناس ما بتتعاملش مع سمك كبير تعرف ازاي تتعامل مع السمك اهو. بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. لسه فيها روح السمكه دي. انا السمكه دي بهديها لمصطفى احمد حميد عبد الله ابن اخويا. تعال يا جماعه السمك. جبت الشوكه يا رضا؟ جبت الشوكه يا حبيبي؟ طب تعال تعال بقى خلاص كفايه عليك تعال. تعال مكان رضوان. اهي في ايدك اهي. امسك العود تعالى. امسك العود. ازي بتاعت امبارح؟ عم سلامة. تعالى والنبي معلش كده. خليك زي ما انت. تقفل عليه بس. نزل التاكل ولا اثنين واحد العظيم. تعال تعال يا بيضة يا يا عشان خاطر ربنا يا عم واحد اللي انا تسلم يا ولا دله على خشمه هو حير يا رضا. في معلومة مهمة يا جماعة أنا عايز أقولها لحضراتكم مهتموا بيها بالله عليكم. البطروخ بتاعة سمكة البن يا جماعة اللي هو البيض بتاع السمك رجاء لو حد لقى سمكة مبطرخة ما ياكلش البطروخ لأن بطروخ البنية يا جماعة وحش. كل اللي كلوا عمل غسيل معده. ربنا يحرس الجميع يا رب. طيب وفي اخر الفيديو يا جماعه يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. تحياتي لحضراتكم والسلام عليكم.